في هذه الحرب الفعلية اغتالت إسرائيل فؤاد شكر القائد العسكري لحزب الله، ولم يرد حزب الله إلا ردا صوريا، ثم نفذت عملية البيجر، وطبعا أخرج حوالي 4000 كادر عسكري من حزب الله من الخدمة وسط جروح، ويعني أصبحوا شبه بإعاقات كبيرة. لم يرد حزب الله كما كان يتوعد الحزب. اغتيل إبراهيم عقيل مع قيادة الرضوان، لم يرد حزب الله الرد الذي المنتظر يعني. اغتيل السيد حسن نصر الله، لم يرد حزب الله. قصفت بيروت وقصفت الضاحية وقصف البقاع وقصف الجنوب، لم يرد حزب الله. يعني صواريخ حزب الله لم تتوقف. وفي صفا لم تتوقف صواريخ حزب الله. لا لم تتوقف بموضوع لا مستوطنات الشمال، هذه مستوطنات الشمال تقريبا يعني يمكن مقارنة هذه الردود على مستوطنات الشمال بحرب الإسناد مع دوز أعلى شوية وصلوا إلى حيفا، ولكن هذا ليس هو الاستعداد الذي كان يتكلم عنه السيد حسن نصر الله على المنابر قبل حرب الإسناد. كان يقول تقصف بناية في الضاحية، نقصف أبنية في تل أبيب. كان يقول نستعمل الدفاع الجوي سنسقط الطائرات. كان يقول عندما يدخل جيشكم بمدرعاته لن يعود منه أحد. الوقائع الآن مختلفة تماما، علينا أن نقرأ هذه الوقائع. صحيح أن الجسم العسكري المقاتل على الأرض لحزب الله الذي يواجه بريا يقوم بشجاعات فردية وجماعية في مواجهة الدخول البري الإسرائيلي، لكن علينا أن نتصور كيف يمكن أن تسير الحرب. هل أن إسرائيل التي استفاقت على 27 لا تزال هي إسرائيل نفسها في 6 تشرين 2023؟ لا، لم يعد الأمر كذلك. الآن نحن أمام إسرائيل كلها تحت السلاح، أمام تعبئة عقائدية خطيرة جدا، أمام دعم دولي غير محدود. طيب. على الرغم من الانتقاد.